من السلف من قال بجواز تكبير جماعي؟ نعم 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 يا من قال حازم؟ يا سلام، القول بأن بعدم التكبير جماعي هو القول المحدث المبتدع، هو القول المحدث المبتدع. الإمام الشافعي نص على ذلك، يقول إن شاءوا ربوا جميعا إن شاءوا لبوا فرادا. كثيرون جدا من السلف يقولون بجواز التكبير الجماعي، المتأخرين الذين تشددوا، يعني لا أستقصي الآن في القليل، لكن كلام الشافعي واضح وصريح، كلام الإمام الشافعي واضح وصريح في المسألة. لهجة التبديع انتشرت عند المتأخرين، كل واحد يخالف الثاني في مسألة فقهية يقول بدعة، وضعوا قواعد غلط أصلا، لقواعد التبديع التي وضعوها كثير منها خطأ. يعني مثلا وضعين في قواعد التبديع ما بني على حديث ضعيف فهو بدعة، لا يلزم هذا الإطلاق. سلف عدد كبير جدا منهم يرى العمل بالضعيف فضائل الأعمال.